يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اغتسلت امرأة من الحيض ثم صلت، ثم رأت بعد ذلك مناكير على أظافرها، نسيت أن تزيلها قبل الغسل، فما حكم غسلها وصلاتها؟ غسلها غير تام وصلاتها غير صحيحة، فعليها أن تزيل المناكير وأن تغتسل من جديد وتعمم الماء على جسمها وأظافرها ثم تصلي. نعم.